السلام عليكم وحسبي الله ونعم الوكيل. في اي واحد شنو نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ان دمروني فعلا، دمروني ودمروا ولدي. لي ولدي ولا يخاف وبالليل وما ينعش. حسبي الله ونعم الوكيل. شنو نقول لك؟ تقنا في لاصال اللي في جنب الدار، اللي الحيط على الحيط، تقنا فيه. هو الاولاني اللي تعنف في الشرف ديالنا. دخلت ولدي لاصال بحال اي واحد، بحال اي والدين اللي كي يتمنى ويشوفوا الزهره ديال الكبده ديالهم انها كتطور وكتنمى قدام عينيهم. يعني لاصال يعني واحد المنتدى اللي هو كيحيدوا لو ستريس وكيحيدوا الضغط ديالهم وكيحيدوا شحال من حاجه. ماشي هو منتدى اللي غادي يتكرفصوا فيه وغادي يسبب لهم مشاكل نفسيه عويصه. وبحكم ان لاصال قريبه للدار، الحيط على الحيط، يعني دخلت ولدي عادي. يعني فهاديك النهار ولدي تاخر، يعني كيفاش خلاه من 9 حتى ل 10 وسد عليه الباب وسد الريدوات. فولدي تاخر عليا ديك النهار. انا كنت صايمه ومشيت للفيلاج انا والوالد ديالي، فكنتفاجئ ملي جيت مع العشرة د الليل ما كنلقاش ولدي. فقلت الوالده ديالي، قلت لها فين هو ولدي؟ قالت لي ياك ما معاكم شنو؟ عرفت بان مشيت لاصال كنجري، حسيت بشي حاجه انا كأم اكيد. فكندق كنلقى البيبان مسدودين، الريدوات مسدودين، كلشي مسدود. كندق خارج لي ديك الكوتش اللي هو يعني كبير في العمر، حشومه كاع هذا نمثلو بمقام ولدي ومقام با، وبالنسبه للولد مقام جده. يعني سميتو خارجي بطريقه خايف وهذا. قلت لي فين ولدي ثم فين الدراري؟ ما بلاتي انا نشوف ولدك، انا نشوف. انا لا حول ولا قوه الا بالله. جا الولد راجف كيرجف ملي جا عندي. ماما خايف، مشى كيجري للدار. قلت لماما وبابا ولدي فيه شي حاجه، فزيرناه. بقينا ياك ما تكرف ياك ما شنو كاين. فولدي اعترف. مشينا ديك الساعه كندقوا في لاصال، ما بغاش يخرج لنا. شحال وحنا كندقوا ما بغاش يخرج. وعد اضطرينا نعيطوا للجدرميه، رجال الدرك. تحيه لهم من هذا المنبر، وتحيه لكل واحد اللي شنقول لك اللي وقف معايا وواقف معايا وباش نبينوا الحق. واخا الحق راه مازال ما خديتوش، وكنطالب وكناشد سيدنا وجميع المسؤولين باش يوقفوا معايا. الله يجازيكم بخير. ان هاد الحاله وهاد الظاهره ما خصهاش تكون وما خصهاش تبقى. هاد الذئاب البشري خصهم يتعاقبوا، خصهم ياخذوا العقاب ديالهم. ان هادو ولادنا، فليدات اكبادنا، هما المستقبل ديالنا، هما كلشي، هما الثروه الحقيقيه ديال البلاد، هما قاده المستقبل. تا كيتفتف ما عرف ما يقول. الحمد لله اللي ما حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول. الحمد لله ما دارش شي حاجه كبيره. وي انا جيت عند ولدي في الدقيقه 90 عتقته. يعني ما بغيناش هادشي يتكرر، ما بغيناش هاد الظاهره تكون اصلا. فاش نقول لك لاصال ما مرخصهاش. فبدا كيرغبني، كلشي كيرغبني باش نتنازل. انا ما يمكنليش نتنازل، هذا حق ولدي. ومن غير ولدي وليدات الناس كامله، وليدات الشعب، ان خصنا كلنا نوقفوا وقفه رجل واحد باش هاد الظاهره ما تبقاش تكون. يعني في الاسبوع الثاني وقعت الواقعه. انا ولدي نيه ما ناوي حتى حاجه. يعني قال لي جلس في لاصال، جلس على اساس بانه غادي يعلمو يعني حركات جديده ولا مع شنو ولا ما. يعني ولد قاصر عقلو على قدو، ما ينويش شي حاجه اللي هذا. وراجل كبير مثبت للجد ديالو، يعني ما فوق من 60 عام، وسمعنا عليه بانه مريض بالتشمع الكبدي وهذا وشحال من بالسرطان. ويلا مريض اتق الله، عرف الله، باش تكرفس على وليدات الناس. واصلا علاش جيتي لاصال؟ مين صار مريض؟ علاش جيتي لاصال ومرات تجي عندي انا تقول لي في 4 الصباح تجي عندي تقول لي غير الشيطان؟ اين شيطان؟ يعني هادو حالات، يعني فايت لك ديجا عارفه راسك هكا. اين شيطان؟ ويبغاو يتفاوضوا معايا ويتساوموا معايا بالفلوس. واش هذا؟ واش شرف الانسان كيتساوم بالفلوس؟ وانا الصراحه خايفه على ولدي وخايفه على راسي. ان يقدروا يديروا اي حاجه. ان قال لك ما بغيتيش، صافي ما بغيتيش حتى التنازل، وحنا عارفين ما نديروا. خفت انا خايفه. فالله يخليك، انا كناشد
جميع المسؤولين وقبل من المسؤولين سيدنا نصر الله وطلع في عمره وجميع المسؤولين واي واحد شاف الصوت ديالي من هذا المنبر كنشت وكنطالب جميع الامهات الله يخليكم حتى وليداتكم راه الكبده هذيك ما بقيناش كنعسوا ما كنعرفوش ما كان صافي حياتنا تقلبات كلها شعبان يعني حشومه الايام الفضيله عند الله سبحانه وتعالى الاشهر الحرم حشومه شي يوقع اصلا حشومه جدا نهار ديك النهار انه واعتقلوه وطلقوه في حاله الصراح ما عرفتش انا علاش طلقوه انا لحد الان كنتسائل